بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الجزيرة مباشر. مرحبا بكم مرة أخرى في قصر المعارض بالكرم، بالذات في معرض تونس الدولي للكتب. وجولتنا اليوم ستكون مخصصة لكتب الأطفال. سنسأل بعض الأولياء وبعض الباعة هنا في المعرض، هل ما زال الطفل العربي يهتم بالكتاب؟ هل ما زالت المطالعة إحدى هوايات الأطفال المفضلة أم لا؟ هل أثرت الإلكترونيك والإنترنت والتكنولوجيا على مطالعة الكتب أم ربما ساهمت فيها وطورتها بشكل آخر؟ هذا ما سنسأله للناس هنا ونتجول إذن في الأروقة والأجنحة هنا المخصصة، بعض الأجنحة مخصصة للأطفال في معرض الكتاب التونسي. كما نذكركم مرة أخرى أنها الدورة 33 لمعرض الكتاب بتونس. كما تشاهدون أمامكم في الشاشة يأتي هنا عدد من أطفال المدارس والجمعيات في رحلات منظمة إلى معرض الكتاب. سنحاول ربما أن نأخذ كلمة من هذه المدرسة. السلام عليكم أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بك. نحن اليوم في جولة ونتحدث عن كتب الأطفال، وأنت هنا مع أطفال تشترون الكتب. أي نعرف، هل الطفل التونسي مثلا ما زال يقبل على الكتب أم أن ربما الانترنت أثرت؟ أي هو الانترنت الحقيقة أثرت برشا، ما الكتاب مهم جدا وهم لازمهم يقرأوا في العصر هذايا شفتوا يثقفوا. الكتاب مفيد جدا وأحسن حاجة هو الكتاب، أحسن رفيق لنا الحقيقة. نوعية الكتب حسب رأيك، مثلا أنت عندما تتذكرين طفولتك وما قرأتي من كتب ما يجيبه لك والدك، والآن لو تقارني مثلا هل هناك تغيير معين؟ فما شوية تغيير الحقيقة، فما برشا تغيير. الله غالب يعني تغيير للأسوأ؟ لا ما فماش تغيير للأسوأ، فما شوية تغيير، ما إن شاء الله الواحد بشوية معناها. طيب أنت ماذا تنصحين مثلا أولياء الأطفال هنا بأي أنواع من الكتب يشتروها لأطفالهم؟ والله الكتب فما برشا على حسب الطفل، معناها على حسب الليفل نتاعه، ولا وش يقولوا فيها الليفل، على حسب عمر، اكيد على حسب عمر الطفل، على حسب قدرات الطفل زاد اكيد، يعني ياخذوا لهم اللي يناسب العمر واللي يناسب زاد الطفل، يعني حاجه هكا يعني. شكرا لك، ونواصل جولتنا في هذا الجناح المخصص عموما لكتب واكثر يعني الكتب الاطفال، وربما ناخذ احد مشرفين على هذا الجناح بعد قليل. كما تشاهدون يعني هناك إقبال من الأطفال، هذا لاحظته يعني حتى في الأيام السابقة هنا في معرض الكتاب. هناك العديد من الرحلات المنظمة، هي حتى يعني عادة تدأب عليها وزارة التربية هنا في تونس، خصوصا في الأوقات التي تكون فيها مثل هذه المعارض تنظم رحلات الأطفال التلاميذ و أطفال يعني تلاميذ الثانوي لمعرض الكتاب وزيارته.